السلام عليكم اخواتي، هذا الفيديو ما هو تمثيل، هذا الفيديو دعم لفريق ديمو. كل حدا عم يشوف هذا الفيديو ادخلوا على صندوق الوصف، موجود روابط الفريق واحد واحد، واذا ما كان يفتح معك الرابط رح احط لكم تعليقات القنوات بالكومنتات، رح تكون اول الكومنتات. بدي منكم كلياتكم تفجروا ام القنوات اخواتي، بدي وصل قنوات الفريق لأكبر عدد ممكن. كل حدا شاف الفيديو بتمنى يروح فورا ويشترك في القنوات، لأنه قنوات الفريق مستحقة. الفريق هن مثلا قناة أبو عذاب فيها 16,000 مشترك، بدنا منكم توصلوا قد ما فيكم لل 25,000 مشترك. وقناة الثانية قناة أحمد ديمو اللي بكون أخوي، كمان قناته وصلاني لل 21,000 مشترك. بدنا منكم توصلوا لقناته لل 25-26,000 مشترك. القناة الثالثة طبعا اكيد بتعرفوها، يسرى. قناة يسرى رح نحط هون، قناتها وصلان لل 2500 مشترك. بدي منكم توصلوها باقرب وقت لل 10,000 مشترك. قناة يسرى جديد، حبت تعمل محتوى لحالها، تستاهل الدعم. كلكم اشتركوا بقناتها. قناة اسعد بيكون ابن اختي طفل صغير بمثل معاي، هذا بيكون ابن اختي الصغير. بدي منكم كلياتكم توصلوا قناته لل 10,000 مشترك، عنده 6,000 مشترك، حاولوا قد ما فيكم تشتركوا بقناته وتفجروا ام الكومنتات عنده. طلبي منكم يا شباب يوصلوا قناة الفريق اعلى رقم ممكن. بتمنى ما تخجلوني، اول مرة اطلب منكم هالطلب، بدي القنوات يتفجروا اشتراكات. قد ما فيكم يا اخوان انشروا على كل السوشيال ميديا او كل تواصل اجتماعي انه يشتركوا في القناة. بتمنى منكم ما تخجلوني، اشتركوا بقنواتهم وما رح تخسروا شيء. كل واحد عنده محتوى خاص، ابو عذاب محتوى خاص، احمد محتوى خاص، اسعد محتوى خاص، يسرى محتوى خاص. اشتركوا بقنواتهم لانه كلهم بيعتبروا من فريق الديمو، وانتو اكيد ما رح تقصروا، لانه نحن بإذن الله فيكن منكبر. برجع بذكركن الروابط موجودة بصندوق الوصف، وإذا ما حبيت تفتح الرابط دغري تدخل على الكومنتات، أول 5 كومنتات رح يكون موجود أسماء القنوات، رح يكون موجودين أول 5 كومنتات، ادخلوا عليهم واشتركوا بقنواتهم. ضروري يوصلوا بأقرب وقت أرقام قوية لحتى نعرف قناتنا هاي بتجيب عدد هائل من المشتركين. بتمنى منكم كلكم تشتركوا في القنوات، هذا كل طلبي منكم، ان شاء الله ما رح تخجلوني. هلا بدي منكم اللي شاف فيديو جديد تشتركوا في قناتي، اللي دخل جديد وفعلوا زر الجرس، واللي ما حط لايك للفيديو حطوا لايك للفيديو، ما رح تخسروا شيء. واللي ما شاف الفيديوهات القديمه يشوفها، واللي حابب يشوف فيديوهات الشباب قنوات هون يشوفها، بس اهم شيء انكم ما تنسوا الاشتراك واللايك للفيديو. تحياتي لكم، السلام عليكم.